وبحبك قوي بس مش عايزك. سموها بقى هرمونات، سموها ستات. كيف ردت أنغام على إفهاد أغنية متلخبط؟ مشاعري داخلة في بعضها. هي دي اللقطات اللي بيكشف عنها إيتي بالعربي من كواليس حفلة أنغام وفؤاد عبد الواحد اللي جمعتهم سوا في دبي من تنظيم مومنتس إيفنت. ففؤاد عبد الواحد ومن بعد ما أنهى وصلته الغنائية اتوجه فورا لغرفة أنغام عشان يسلم ويطمن عليها قبل ما تطلع على المسرح. وحب فؤاد لأنغام كان واضح في طريقة سلامه عليها وتقبيله لإيديها. الاخبار انت اللي احسنت يا حبيبتي، الدنيا كلها فيك انت اصلا. اما انغام فانا دهيته كده. ده حبيب قلبي، انا دي كل حاجه بالنسبه لي اصلا. وانغام ما كانتش مبسوطه بس بلقاء فؤاد، كمان بتفاعل الجمهور اللي ما خلاش اغنيه الا ورقص سقف ورددها معاها كمان. ده اللي خلاها تتمنى بان الحفله ما تخلص. والله مش عايزه اروح. بس يعني انتوا ما تشبعش منكم. والكلام كان من قلبها وحبها للجمهور، فاللي ما شافهوش الجمهور ولقطته كاميرا اي تي بالعربي هو تعبها من الوقفه لاكتر من ساعه ونص بالكعب، عشان كده ومع اول درجه نزلتها نسيت الكاميرات وشفنا الجانب العفوي منها. العفوية مش الصفة الوحيدة اللي بتتميز بيها أنغام، فكمان هي اتجرأت بفيديو كليب سيبك انت برأسها وتدخينها اللي ظهرت بيهم يمكن لأول مرة. عشان كده جرأة الكليب كان أول سؤال ليها في المؤتمر الصحفي. هي حالة يعني حالة إنسانية واقعية جدا، وأنا شفتها في ناس كتير. الحقيقة أن الكلام اللي كتبه أمير طعيمة ما كانش ممكن لو هتصوره غير انك تصوره بالواقعيه دي، وده اللي اكيد بنتفق عليه معاها. فاذا الجمهور عاوز يدي انغام لقب جديد ممكن يكون لقب اكتر فنانه واقعيه بتنقل مشاعر الحب عند المراه، ان كان في حاله خاصه جدا حته ناقصه انا مش حبيبتك احساسي اكبر اساميك كتيره عيني قلبي اللي بيحيني أناني ويساعدك. وأكيد ما نقدرش ننسى أغنية هرمونات المرأة متلخبطة اللي هي واحدة من الأغاني الترند على السوشيال ميديا بسبب كلماتها. وبحبك قوي بس مش عايزك. وإيتي بالعربي حب يسألها إذا وصل لها العنوان ده أو شافته مرة على السوشيال ميديا. أغنية يعني صار فيها إفه على السوشيال ميديا اللي هي بحبك بس مش عايزاك متلخبطة. سموها يعني نشيد أغنية الهرمونات بيسموها. مثلا فعلا هي كده بصراحة هي ملخبطة خالص، الست مش عارفة هي عايزة ايه، فيعني هي سموها بقى هرمونات، سموها ستات، سموها اي حاجة. مش طايقة اشوفك لكن انت وحشتني. بس اللي باين ان انغام لسه مش متقبلة من جيل التكنولوجي هو الذكاء الاصطناعي اللي بيدمجوا صوتها كديو مع صوت فنان تاني. لو اختار ما بين نفسي وما بينك يعدي فكرة الدويتو حلوة وكل حاجة والأحلام حلوة، بس فكرة إنه حد يستعمل صوتك وأنت قاعد كده مش دريان مش حاجة حلوة. وبعدين صوتي مش حقيقي قوي، وبيني وبينك ما فيهاش الإحساس البشري ده في المزعجة. لا 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 لا، أنا بس أتمنى إنها تبقى هوجة وتخلص يعني، قعدونا في البيت كده.